السلام عليكم، كيفكم يا اساطير؟ ان شاء الله بخير. اليوم وجدنا لكم مقطع جديد بلعبه شاحنات وحفريات وبناء بتنزل على الاندرويد والايفون، رابط تحميلات لاوبسيدو كلاسوف. اسم اللعبه هافي ماكناس ان كونستراكشن. اللعبه تابعه لمطورين اسمهم ويبيرون جيمز، ويلي عم يطوروا لعبه جديده قلت لكم عليها من يومين اللي هي مع واندا سوفت وير، طبعا فيها اونلاين وكذا، قلت لكم في عليها تسجيل مسبق. فهي اللعبه لالهم يا جماعه الخير، صار لهم زمان سايحبين عليها، ما عم ينزلوا عليها تحديثات جديده وكذا، لاني عم بيصمموا لعبه جديده اللي حكينا عليها سابقا. فيا جماعه الخير، هي لعبة فيها حفريات، فيها بناء، فيها تركسات للناس اللي بيحبوا هيك أشياء. طبعا اللعبة بتتميز بجرافيك خرافي، وفيها كتير ماكينات مثل ما شايفين قدامكم. في عنا بيك أب، في عنا فولفو اللي هي رافعة واللي بتخلط الأسمنت وما أسمنت والأشياء هاي مثل ما شايفين قدامكم. في تركسات كمان، وفي كتير شغلات في ناس بيحبون. في يا جماعة الخير حبيت أنزلكم هذا المقطع لأني في كتير ناس ما بيعرفوا اللعبة، وفي ناس يمكن نسيانينا، فقلت لحالي يمكن يعجبكم المقطع وتعجبكم اللعبة. فلذلك يا جماعة الخير قبل ما ندخل نشوفها، لا تنسونا من الصلاة على النبي ولايك الاشتراك في زر الجرس تشاركم كل جديد، واهم شيء الدعم يا جماعة الخير، لا تنسونا من الدعم. خلونا نوصل ل 200 ألف مشترك بأقرب وقت، يعني قبل نهاية السنة يمكن نوصل يا جماعة الخير. أنا بعرفكم كفو، فالله يسعد لياكم ومشاهدة ممتعة. طبعا يا جماعة هون مثل ما شايفين نحن في مكان بإمكانك تجرب فيه جميع الماكينات والمراكب الموجودة في اللعبة. كيف رح تدخل لهون؟ تجي على القائمة الرئيسية بهالشكل. أول ما بتحمل اللعبة بتروح بتعمل بروفايل اللعبة، أو بتجي على قسم اسمه ساند بوكس، شايفين هاد؟ بس بنضغطنا عليه بتجي بتعمل له أوكي، وبينقلك مباشرة للقسم اللي كنا فيه من شوي. هون يا جماعة الخير عنا هاد البيك أب، بإمكانك تركب عليه التريلا الصغيرة هديك. خلينا نركبها مع بعض ونشوف كيف رح تساوي. تجي لهون هدي أتريوس ارجع. شايفين الجرافيك تبع اللعبة قد اسطوري وفخم وما في ولا لاج، يعني اللعبة صافية 100%. فان شاء الله تكون اللعبة الجديدة اللي هي درايفرز هاي واي هيرو تكون نفس المبدأ، يعني ما في لاج، ما في تقطيع، جرافيكا يكون نفس الشكل مثل ما شايفين قدامكم. يعني بعد ما تحمل هاي اللعبة رح تشوف كتير اشياء حلوة فيها. فخلينا نجي ناخدكم هيك جولة، طبعا نشوف الشكل الداخلي. ما شايفين وضع ذهب، شوفوا الفيزيائية ما أحلاها. خلونا نجي لهون ندخل على مكان الشاحنات، يعني شاحنات وتريلات أشياء كتيرة يا جماعة. شايفين هني في عنا الفولفو، حظا نورجيكم. نجي لهون معلم، طبعا بإمكانك تسوق كل السيارات الموجودة فيها. شايفين عنا هون فولفو، عنا هنيك تراكس أو هاي رافعة، في هنيك تريلات مثل ما شايفين. خلينا نشوف السيارات بشكل كامل. مثلا في عنا السكانيا، خلينا نشوفها. شوف لي على السكانيا ما احلاها، حلوة. شغل يا مدير، شايفين هاي الشكل الداخلي تبع السكانيا، تصميمه حلو. طبعا وقت بتجي بتمد راسك من الشباك بيفتح الجام لحاله، شايفين هاي الميزة صارت باغلب الالعاب الموجودة حاليا. خلينا ناخدكم جولة في السكانيا. ما شايفين قدامكم تروح بتركب التريلا اللي بدك اياها. وين كانوا التريلات يا ترى؟ وين كانوا التريلات؟ يمكن بهذيك الجهه. خلينا نجي من هون يا معلم بهذا الشكل، شايفين؟ اوف خبطناها. تعالوا نركب وحده من هذول، ارجع للخلف، شغل الاناره. ايوه بهذا الشكل ركبنا التريلا، شايفين؟ حتى بامكانك تفتح الابواب تبع التريلا، عرفتوا كيف؟ في الابواب الخلفيه اللي بتطالع منها، مثلا بتطالع عليها السيارات وهيك، بتجي هون على النقاط وبتفتح الابواب بهذا الشكل، شايفين ورا شلون عم بينفتحوا؟ هاي السكانيا يا جماعه الخير، بامكانكم تطالعوا عليها سيارات يعني وهيك. خلينا نشوف غير سياره، مثلا نشوف الخلاط. شوف لي على الفولفو ما افخمه، شايفين بتشغل هيك وبصير بيخلط يا معلم، شايفين شلون عم بيخلط اسمنت؟ والله فخامة. هون يمكن بتكب اسمنت او ما بعرف شو بتعمل، لحظة شوي بتفرغ يمكن، بس حاليا ما بنقدر نفرغ. شايفين قدامكم هاي الفولفو ما احلاها، شايفين هاي الداخلية تبعها، يعني هون تريلات كمان بامكانك تربطهم على السكانيا موجودين هون. طبعا بامكانك تختم مهمات بكل المراكب الموجوده هون،
يعني حتى بهذا المكان بإمكانك تروح تعبي اسمنت في أماكن معينة وهيك، عرفتوا كيف؟ طبعا هون شفتوا شلون جبنا العيد بهذا الشكل. خلينا نوقف على جنب نشوف لنا غير سيارة. مثلا نشوف هاي الرافعة، هاي الرافعة بإمكانك ترفعوها. لحظة ورجيكم كيف. تجي بتضغط هيك، لحظة، شايفين؟ تفتح البواط أو هدول التثبيتات، ترفع الشاحنة بشكل كامل وبتصير تتحكم بالرافعة بهذا الشكل، شايفين؟ فخامة معلم، بتصب الصبة، بتعمل أسقف، بتعمل أشياء كتير، شايفين؟ هلا هون عم نرفع نحن، لحظة، لازم نمدها يمكن، شايفين شو عم نرفع؟ هيك بتلف يمين بتلف يسار. شوفوا الرافعة شلون رفعناها على الأخير. هاي مضخة الإسمنت يا جماعة الخير، هاي الشاحنة والمضخة اللي كنا عم نسوقها من شوي بإمكانكم تتعاونوا فيهم، عرفتوا كيف؟ يعني بتصير بتعبي إسمنت من الشاحنة هديك على هاي، يعني الخلاط على هاي الرافعة، وهيك بتصب الإسمنت على المكان المعين، شايفين ما أحلاها؟ طيب نشوف غير شي. مثلا يعني هون التراكسات، لنفترض هذا التراكس، شايفين ما أحلاه؟ تيجي لهون هيك كمان تتحكم فيه بهالشكل، شايفين شو بتعبي؟ وبترفع هيك، لحظة، اعمل هيك بترفع، يعني الناس اللي بيحبوا هيك هيك ألعاب رح يكيفوا عليها عن جد. غلط، تيجي لهون وبتكب الاسمنت مثلا بالتريلا هديك. تعال نشوف التريلا، اذا كنت رابط السكانيا عليها تعمل هيك، درجه قرب هيك، شايفين بهالشكل بتصير بتفضي فيها الرمل والحمل. شيء خرافي يا جماعة الخير، يعني أنصحكم تجربوها للعبة، كتير كتير ممتعة لدرجة يعني بهالشكل. حتى بإمكانك تشوف مثلا، شوفي عنا أشياء تانية، هدول التريلات كلياتهم. هون في عنا هي سبيشال، يعني هي قلاب مميز، هذا الضخم، هذا فيه له فيلم بجاكي شان على ما أذكر. يعني بهالشكل هاد مثل ما شايفين، هدول هنن الماكينات الموجودة حاليا. في عنا هذا التراكس بإمكانك كمان تستخدمه. فمثل ما شفتوا يا جماعة الخير بهالشكل هاد وصلنا معكم لنهاية المقطع. هذا المقطع كان عبارة عن اطلاع على هاي اللعبة بعد زمن طويل. إذا بتحبوا نعمل عليها مقاطع اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله ما بنقصر. وبهالشكل هاد يا جماعة الخير خلينا نوقف هيك بهالمكان. وهلا يا جماعة لا تنسوا تضغطوا على النبي ولايك واشتراك في زر الجرس لتصلكم كل جديد. وأهم شيء يا جماعة الخير دعمكم للقناة، لا تنسونا من الدعمكم. خلينا نوصل 200,000 مشترك مثل ما قلنا لكم قبل نهاية هاي السنة. وتحياتي لكم وبترككم بأمان الله وسلام.